بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة فاطمة خميس، أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد ونائب رئيس مدير وحدة الجودة بجامعة المنوفية بكلية الآداب. النهاردة إن شاء الله إحنا في زي ما بقول في كرنفال اعتماد برنامجين اتنين من برامج الكلية لقسم الجغرافيا، وبكده نكون اعتمدنا ست برامج أو في سبيل الاعتماد لست برامج. إحنا اشتغلنا المراجعة الداخلية لكل برامج الكلية، دول الستة اللي هيتأهلوا للاعتماد. والحمد لله أربع برامج هما برنامج اللغة الإنجليزية، برنامج اللغة العبرية، برنامج اللغة الفارسية، برنامج علم النفس، ودول فريق الجامعة جه ورجع لهم. والحمد لله التقارير كانت مبشرة جدا، والنهاردة إن شاء الله أنا متوقعة أن برنامجين الجغرافيا هيحققوا برضو نسب عالية جدا، بتوصل كمان ل90% وأكتر. فالشغل اللي لحد دلوقتي تراجع ما شاء الله، المعايير اللي اتراجعت نسبها عالية جدا. الجامعة مبسوطة جدا من فريق العمل، أقول الجبار أو الفريق الفدائي اللي في قسم جغرافيا اللي شغال على مدار نقول سنين كتيرة، بس التركيز الأخير في الفترة الأخيرة بعد المراجعة الداخلية دي وصلت المعايير اللي ما شاء الله. اللي أنا شايفاه أنه هو قسم مجتهد جدا، فريق الدعم الفني من الكلية دكتورة مريم منصور، دكتور طه الفرماوي، دكتورة أسماء صلاح. الحمد لله ده فريق بيراجع المعايير قبل ما الجامعة بتيجي، بحيث أن هي تكون مبسوطة من شغل المعايير ان هي تم استفاءها بنسبة كبيرة جدا. فبتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله في سبيل الاهتمام كده لست برامج من برامج الكلية شغالين فيهم، بالاضافة طبعا لقسم المكتبات والمعلومات اللي تم اعتماده كأول برنامج على مستوى جامعة المنوفية. فان شاء الله يا رب يا رب يكون ده سبيلنا لاعتماد الكلية.